السلام عليكم متابعي سودانية 24، هنا أم درمان من داخل مباني الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون. يوم الإذاعة، تكريم الإعلاميين علم الدين حامد وسعاد أبو عاقلة وأحمد شاويش. نتابع. يطيب لي في مبتدئ الحديث أن أنقل لكم تحايا زملائي في الإذاعات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للراديو، متبنين لبلادنا التقدم والرفعة وللإذاعيين النجاح ومزيدا من الإبداع في المهنة التي أحبوها من أجل عزيز وغال الوطن والمستمع السوداني الكريم. في كل عام ستبقى الإذاعة هي القوة الفاعلة والرافعة القوية لقضايا المجتمع إلى مستوى الحوار والتفاعل، وهي الأقدر على نشر معاني ومثل التربية الوطنية والقيم العليا، وما أحوجنا لذلك في أيامنا هذه. فعلى الرغم من التسارع التقني والتحديات التي تواجه الراديو، ما فتئ يقدم خدمات إعلامية قيمة عالية الجودة شكلا ومضمونا، فأصبح الخبر في الإذاعة أكثر شفافية ومصداقية، والمعلومة عبره أسهل وأيسر مع مساحات مقدرة للتفاعل والمشاركة والتعبير. الإخوة الكرام، بهذه المناسبة اليوم العالمي للراديو وباسم زملائي في الإذاعات الخاصة، نتوجه بالشكر لوزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو ومكتبها في السودان، ولزملائنا في الإذاعة القومية ولكل القائمين بأمر هذه المناسبة، وعبركم إلى كافة الإذاعيين في كل مكان من بلادنا وهم يواصلون الليل بالنهار خدمة للمستمع السوداني الكريم. الإخوة الأفاضل، انطلاقا من وعينا بحقيقة أن الرسالة الإعلامية هي نهج استراتيجي لبناء المستقبل، فإنه يتعين علينا نحن الإذاعيون السعي لتطوير البيئة المهنية وتعزيز معاييرها الأخلاقية والاحترافية، خدمة لقضايا الناس اليومية ورفعا لوعي مجتمعاتنا، إسعادا للناس ورفاهيتهم. الإخوة الإذاعيون الكرام، الإذاعات الخاصة، هذا الرافد القوي للإعلام المسموع والذي تبوأ مكانه في منصة الاستماع، مشاركا بجهد مقدر في تطوير الخدمة الإذاعية، كل إذاعة في تخصصها، حتى أصبحت مصدرة الـFM حبلى بالجديد كل يوم. إنه ليسعدنا نحن في الإذاعات الخاصة أن ندعو شركاءنا في كافة المستويات للجلوس معا لتقييم تجربة الإعلام المسموع الخاص في السودان، ذلك لتعزيز خطوات التجربة تحقيقا للأهداف المنظورة للإعلام السوداني، ولتصبح الإذاعات الخاصة واجهة إعلامية سودانية داعمة للإعلام الوطني ومساندة له. The importance about radio. In Italy, for example, we have a very well-developed عندنا في إيطاليا نظام متطور للإذاعة والراديو، من خلاله يمكن للمستمع أن يعرف أحوال حركة المرور في المنطقة التي يعيش فيها وهو يقود السيارة، الأمر الذي يتيح له المجال لاختيار طريق معين حسب حالة السير. فيمكنكم أن تتخيلوا أهمية هذه الخدمة، وأنا استطعت تفادي العديد من المشاكل بفضل الاستماع إلى الراديو. وأود أن أشير إلى أن هذه الأيام هناك القابلية لتقليل شأن الراديو وعدم إدراك فعاليته مع وجود الإنترنت والتلفزيون والوسائل الحديثة الأخرى. قد يتفاجأ الناس عندما يعرفون
أن اليوم هناك 3.9 مليار شخص بدون خدمة إنترنت، وعلى الأرجح هو نصف ذلك العدد ليس له أيضا تلفزيون، فما زال الراديو أهم وسيلة تواصل لهم. لا أريد أن أقول العالم، ولكن مع المجتمع أو المحيط الأقرب لهم. ينبغي علي أن أشكر في تشينزو راكالبوتو المدير العام للوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، إذ اتفقنا مع منظمة يونسكو وحكومة السودان لتمويل مشروع مهم جدا في شرق السودان، هو راديو المجتمع الذي يتيح الفرصة للناس أن يتكلموا ويتبادلوا المعلومات والأخبار والمواضيع المهمة في حياتهم. عندما أتحدث عن النقاش، أنا لا أقصد فقط الحديث الذي يجري بين الأصدقاء، ولكن أيضا الحديث حول مواضيع أساسية مثل التعليم والصحة والأمراض ومشاكل العيشة وتبادل الاقتراحات والحلول المحتملة. وكما تتخيلون في الأماكن البعيدة والناية خارج المدن الكبيرة كم يكون هذا الأمر مهما ومفيدا لنا، وأنه مصدر فخر لنا لنتعاون في مثل هذا المشروع مع منظمة يونسكو والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لأنه يهمنا كثيرا. أستطيع أن أقول لكم في الختام أن أمنيتي أن تنتشر خدمة راديو عن طريق الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ومنظمة يونسكو وحكومة السودان، وأرجو المستمعين الموجودين أن يستخدموا الراديو لتكوين شبكة اجتماعية عبر التحدث بينهم وتبادل المعلومات، ليس فقط من أجل المواضيع السطحية ولكن أيضا الأمور التي تهم الجميع. استخدموا الراديو في كل المجالات المتاحة وتكلموا عن القضايا الاجتماعية ومسائل الصحة النفسية والبدنية والإعاقة والمسائل المنزلية مع الأولاد أو المدارس والعنف في المجتمع. ريح صعب والليل يودر في النعاس، يا ما بتذكريك بتذكريك وقت الكلام يصبح صعب والليل يودر في النعاس، وكيت النجم يتلالى زي عقد بيضوي عليه الناس. لا 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 في المدائن الضايعة ضايع لي زمن، هن في المدائن الضايعة ضايع لي زمن، وغريب عيون سرحان على الأرض الغريبة، وبسأل الشوق عن وطن. يا ناس أنا في المدائن الضايعة ضايع لي زمن، دانا أنا أنا في المدائن الضايعة ضايع لي زمن، أو
الغريب عيون سرحان على الأرض الغريبة وبس على الشوق عن وطن أنا في المداين الضايع ضايع لي زمن أنا في المداين الضايع ضايع لي زمن غريب عيون سرحان على الأرض الغريبة وبس على الشوق عن وطن أنا بسأل الناس عن شوارع فيها سافرت ومشيت أنا بسأل الناس عن شوارع فيها تأتيت ومشيت عن كلام داير أقوله عن كلام داير أقوله قلت فيه وياما غنيت وبكيت ياما ياما انت عن عيونك وكيف بتصدح فيها احلام الاماني يا اماني اها كيف بتصبح لهجة تانية مع الاغاني يا انت عن عيونك وكيف بتصدح فيها احلام الاماني يا اماني اها كيف بتصبح لهجة تانية مع الأغاني يا إنتي عن عيونك وكيف بتصدح فيها أحلام الأماني يا أماني أها كيف بتصبح لهجة تانية مع الأغاني والله السفر خلاني أشتاق للسفر أنا والسفر خلاني أشتاق للسفر أنا والسفر خلاني أشتاق للسفر أنا والسفر خلاني أشتاق للسفر لو ألقى لي كان ألقى لي أنا لو ألقى لي يا والله كان القلي أنا كان القلي خاطر سامح كان كلمة واحدة أقولها وتداوي الجرح لو القلي لي 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 كان القلي أنا لو القلي يا والله كان القلي أنا كان القلي خاطر ترنا كان كلمة واحدة أقولها وتداوي الجرح لو ألقى لي كان ألقى لي أنا لو ألقى لي يا والله كان ألقى لي أنا كان ألقى لي خاطرا سامح كان كلمة واحدة أقولها وتداوي الجرح يا أخي كان مرة في عينيك ينسو مرة أكسو مرة ياخذني النعاس أنا كان مرة في عينيك ينسو مرة أكسو مرة ياخذني النعاس أنا كان مرة في عينيك أنسى ومرة أكسى ومرة ياخذني النعاس وقت النجم يتلالى زي عقيدا بيضوي عليهم ناس 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 وكيت النجم يتلالى زي عقيدا بيضوي اليواس وكيت النجم يتلالى
زي عقدا بيضوي. الراديو في الإنترنت، الراديو في السيارة، الراديو في الموبايل، والراديو في كل مكان. أعتقد إنه الراديو والتلفزيون ذاته والراديو فوق كل ذلك في قلوبنا جميعا. لذلك الراديو سيظل معنا دائما، سيظل واحد منا. وأنا أعجبني الشعار الذي هذا الشعار الذي اعتمد لهذا العام، أنت الراديو والراديو أنت. يعني هذا هذه التفاعلية والتشاركية التي بالفعل نجد أنفسنا أن الراديو يعني أكثر الوسائط مشاركة وتفاعلا مع المستمعين، يعني ينومون عليه ويستيقظون عليه. ويمكن أن أقول أن بعض الناس، أو يمكن أن أقول إن بعض الناس ينومون ولا يغلقون الراديو، فيسمعونه حتى آخر لحظة وهم أيقاظ، ويصحون في بداية الصباح وأول ما يستمعون للراديو. هذا هو الراديو الذي هو منا ونحن منه. وأعتقد إنه الراديو سيظل يعني بهذا المعنى. وإحنا يعني حسنا فعل إخوتنا الذين سبقونا حينما سموا إحدى إذاعاتنا إذاعة البيت السوداني. وفعلا الراديو يعني فعلا بيت كبير للسوداني، والتأثير الذي تركه الراديو على السودانيين يعني حقيقة لا يمكن أن نقيسه. يعني وحد وجدان الشعب السوداني، وهذا هو شعار الإذاعة السودانية أم درمان التي وحدت وجدان الشعب السوداني، خلقت لغة مشتركة. وأنا زي ما قلت يعني الناس قد يكونون بعيدين عن بعضهم البعض جغرافيا، ولكنهم وجدانيا من خلال الراديو يكونون يعني إخوة أحباء مع بعضهم، يعرفون بعضهم البعض ويكتشفون بعضهم البعض ويتفاعلون مع بعضهم البعض. ولي يعني طرفة، يعني بعض الإذاعات نقل إذاعة البيت السوداني وحتى الإذاعة البرنامج العام، هناك رابطة لأصدقاء الإذاعة. هذه الرابطة حقيقة يعني رابطة بالفعل، رابطة الناس يلتفون حول هذه الرابطة، يلتفون حول ميكروفون الإذاعة، يلتقون على الإذاعة ويفترقون على الإذاعة. وأعلم أن واحدة وواحد من هذه الرابطة، رابطة الإذاعة، قد تزوجا من خلال وجودهم أو من خلال استماعهم كأصدقاء لإذاعة البيت السوداني. واحد من بور سودان، أو الواحدة من بور سودان، والآخر من الأبيض، التقيا وتزوجا بس لمجرد أنهما أصدقاء لإذاعة البيت السوداني. فيعني هذا واحد من النماذج التي يمكن أن تقلق. يعني هذه يعني أقوى علاقة بين اثنين، هناك دونها علاقات بتاعت محبة وود والتقاء واحترام وتقدير وهكذا من هذه العلاقات. فأنا أريد أن أقول هذا هو الراديو، هو الراديو أنا والراديو أنت والراديو هي وهو وهم وكلنا نحن الراديو. بهذا الفهم يعني أنا أعتقد أنه سيظل الراديو هو الراديو، يظل هو الراديو الصديق القريب الودود. أنا قبل أن أختتم كلمتي هذه، حقيقة لا بد أن أزجي تحية خاصة وتقديرا خاص لليونسكو، ممثلة في شخص الدكتور بابل. حقيقة إحنا سعداء جدا لأنه اليونسكو بالتعاون مع إخوتنا الإيطاليين في مكتب وكالة
التعاون والتنمية الإيطالية قدموا مبلغ 300,000 يورو للإذاعة أو راديو المجتمع، وأنا أفتكر هذا مبلغ كبير، وحقيقة نحن نقدر هذه الهدية التي تقدمها الحكومة الإيطالية ممثلة في مكتب الوكالة التنمية والتعاون الدولية الإيطالية عبر منظمة اليونسكو. هذا مبلغ كبير جدا لخدمة تقديم هذا العون لراديو المجتمع في ولايات الشرقية، وإحنا نطمح في المزيد من التعاون بين الحكومة الإيطالية واليونسكو في المزيد من تقديم الدعم والعون لنا في السودان. باسمكم جميعا أشكر الحكومة الإيطالية ممثلة في مكتب وكالة الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، وكذلك أشكر باسمكم المكتب اليونسكو أو اليونسكو عامة ممثلة في مكتبه في الخرطوم ممثل في دكتور بافل. سعيد بهذا التقرير الذي يجيء عقب تكريمي من أبناء وبناتي بإذاعة السودان، إذاعة السودانية أم درمان، أمنا جميعا. والحديث عن إذاعة أم درمان حديث طويل، 40 سنة في إذاعة أم درمان، بدأناها مذيعين صغار ثم تدرجنا إلى كبير مذيعين ثم إلى مدير التنفيذ ثم مسؤول عن الإذاعات الولائية. كل هذا فضل هذه الأم حبيبة إذاعة أم درمان، والتي قدمت فيها أكثر من 70 برنامجا مسجلا في الإذاعة السودانية، وأيضا لقاءات على الهواء مباشرة. أنا أحس أن إذاعة أم درمان أعطتني الكثير الحمد لله خلال 40 عاما، جبت فيها كل السودان، قراه ومدنه، جباله ودياني، سهوله وغاباته، وكل حكومات السودان تعاقبت بعد سنة 70. أنا سعيد لأم درمان، سعيد ذات أم درمان، وأقول إن إخلاصنا للعمل في هذه الإذاعة وحبنا لإذاعة أم درمان كان هذا نتاجه أخيرا هذا التكريم. حبوا الإذاعة، اخلصوا الإذاعة. الحمد لله، أنا سعيد، كتر خيركم، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. الحديث الليلة عن البرامج التفاعلية Interactive Programs، هذه التسمية ظهرت حاليا وأصبحت متداولة بين الناس. ظهور هذه العناصر أو الوسائط الجديدة في الاتصال مكنت الناس من أن يكونوا على صلة مباشرة بالإذاعة والتلفزيون من خلال هذه الوسائط، فأصبح هنالك الاتصال الهاتفي أو ما يعرف بفون إن، وأصبح هناك الاتصال البريدي وهو قديم وهو ما يعرف برايت إن، وأصبح هنالك أيضا الاتصال بواسطة الوسائط أو بما يعرف بتكست إن. هذه أشياء ظهرت مع ظهور هذه الوسائل، ولكن الغريب في الأمر أن مؤدى هذه الوسائط كان معروفا لدينا وكنا نحن السباقين فيه. فإذا أخذنا رايت إن كتابة الرسائل البريدية نجد أن احنا قدمنا من البرامج التي اعتمدت على هذا العديد، لعل أبرز ما يطلب المستمعون، ويأتي بعده برنامج ضيف الأسبوع. أما مسؤول برنامج الفون إن اللي هو الاتصال الهاتفي يكفي أنه كان للإذاعة
برنامج من أميز البرامج وكان له أثر الفعال ويقدمه الأخ الأستاذ عبد المطلب الفحل وهو برنامج على الخط. فده أيضا قبل أن تأتي هذه الوسائل كان معروفا لدينا. هنالك أيضا نوعيات كثيرة من البرامج التي قدمت كان يقدم فيها هذا النمط. يعني إذا أخذنا هو المهم في الآخر شنو؟ إنه يكون في اتصال بين المذيع وبين المستمع. طبعا اليوم 13 فبراير يوم العالمي للراديو، ده اللي هي اختارته اليونسكو عشان الاحتفال في جميع انحاء العالم، احتفاء بالراديو كجهاز واحتفاء بالراديو كرسالة. وفي كل عام في رسالة بتوضع من خلال اليونسكو، وفي هذا العام وضعت رسالة نبض الإذاعة أو نحن الإذاعة والإذاعة نحن. ودي بتأكد حاجة واحدة، إنه هذه الإذاعة ملتصقة التصاق كامل بالمستمع، بمعنى إنه ما صار المستمع هو المستمع أو المتلقي حسب نظريات الاتصال المتعارف عليها، ولكن صار المستمع هو مشارك في الرسالة الإذاعية، وأصبحت هي دائرية من خلال سهولة التعامل من أدوات المهنة أو أدوات التكنولوجيا الحديثة التي نتحدث عنها، وسهولة تعامل المستمع مع الإذاعة ووصوله للإذاعة وجدانيا، وصوله صوتيا من خلال التعامل الصوتي والمشاركة في البرامج المختلفة. وبالتالي هذا اليوم بيمثل بالنسبة لنا وقفة لنراجع ماذا قدمنا وماذا سنقدم للأمام، وما هو دورنا كمرسل وما هو دور المتلقي كمشارك في الرسالة الإذاعية، وكيف تتكون الرسالة الإذاعية بمفهوم حديث باعتبار التواصل الذي تحدثت عنه من خلال الأجهزة التي توضع على الجيب، ومن خلال التعامل المباشر من الإنترنت وفي السيارات وخلافه. أصبح المستمع قريبا، وبالتالي سرعة تلقي الخبر من خلال الوسائط المختلفة، ده بأكد دور الإذاعة في تسابق المحموم من جوانب التواصل أو الوصول للمتلقي وتقديم المعلومة بأسرع ما يمكن حتى لا يتلقاها من وسيلة أخرى. فبالتالي الإذاعة تستغل المسألة سهولة التلقي وسهولة التعامل معه في توصيل الرسالة، وسهولة الوصول للحدث من خلال التواصل بالمحمول، التلفون المحمول، ويمكن أن أنقل حدث كامل، صورة كاملة، صورة صوتية تتحول إلى مرئية بالنسبة للمتلقي. فبالتالي هذا المتلقي اللي هو مشارك بيجد نفسه في صميم الرسالة الإذاعية إن شاء الله. شكرا. هو طبعا نحن أسا آخر جيل تقريبا شغال في الإذاعة، ونحن طبعا يعني كنا محظوظين جدا. إذا تحدثنا عن الجانب الموسيقي، يمكن أنا بعد ما تخرجت في المعهد الموسيقى والمسرح جيت لقيت في إدارة الموسيقى كبار الموسيقيين الكبار، تعلمنا منهم الكثير جدا، وكيف الانتقال من الجو الأكاديمي إلى جو العمل، باعتبار أنه جو العمل يختلف تماما من الشيء اللي أنت قريته، لأنه مسألة إدارة يعني إدارة الأشياء تختلف عن حتى سنا. أنت بتبتدي سنك بتكبر، وأنت بتتعامل مع الأشياء من خلال واقع معين. المسألة بتاعت الدراسة دي ما حاجة أكاديمية أو 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 مناهج أو مبرمجة، أشياء معينة بتاخدها في 5 سنوات بتاعت موسيقى. طيب تعالي تشوفي بعد ما تخرجنا من المعهد، لما جينا نحن اشتغلنا في الإذاعة كان شنو، كيف تدار الموسيقى في الإذاعة السودانية. وخليني الليلة نحن في اليوم بتاع الراديو زي 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 المسألة بتخلينا نحن نحيي ناس اليونسكو، لأنه إنهم يعني خدتوا الراديو
في 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 حدقات عيونهم او كشيء مهم جدا بالنسبه للمجتمع. انا افتكر انه الرادي سيظل، انا هسه قلت الرادي لانه اصلا نحن في السودان ما بنعرف الراديو، لانه دي كلمه اصلا كلمه علميه، لكن بتلقى في البيت بيقول لك يا ولد افتح الرادي، يا ولد ارخي الرادي، يا ولد اقفل، يعني وهكذا. فالرادي هو جزء لا يتجزا من المجتمع السوداني. عشان كده انا افتكر انه الراديو او الرادي في السودان هو استطاع ان يعني بالذات في الموسيقى. من شاهد كروما ولا سرور، من شاهد الثنائيات في 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 أغنية الحقيبة مرغن وموت وأحمد حسن جيمة عطوكوكو محمود عبد الكريم، يعني حتى الثنائيات اللي اتعملت في السودان ده في العالم ما في، دي كلها كان سبب الراديو. والآن مكتبة الإذاعة تحتفظ لكبار وعظماء الفنانين بأعمالهم، يعني ما بتلقيها غير موجودة في الإذاعة السودانية. فنحن بتاريخنا الطويل اللي جينا اشتغلنا في الإذاعة وجدنا قاعدة ثابتة وأسس منضبطة جدا، أصلا لا تستطيع أن تتخطى هذه الأسس. ودي هي مسألة مربوطة، هي تربية وهي أخلاق وهي أسلوب بتاع تعامل لحتة بتعلم الناس وتربي الناس، فيجب أنه الناس دائما وأبدا يحافظوا عليها. زي انت يمكن قلت قبل تسأل عن المراحل الزول بيمر بها، هي المراحل ما بتقدر انت تخط لها خطوط عريضة، لكن هي مراحل انت بتمر بها بدون ما تشعر. بتلقى نفسك انت داخل مدرسة فيها سنة أولى، الحتة الوحيدة اللي فيها من سنة أولى إلى ما لا نهاية هو علم الإذاعة والتلفزيون بالمناسبة. يعني ما نقدر نفصل الإذاعة من التلفزيون، لأنه في الإذاعة والتلفزيون بيسموهم الناس الحوش الكبير أو الحوش أو الحيشان. يكفي أنه، ودائما أنا بقول كلام زي ده، إنه لما نمشي نحن دارين نغني في 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 أي في أي إذاعة أو في أي قناة تلفزيونية، بنجد زملانا أو الأصغر مننا سنا، نسميهم كما نسميهم هم تلامذتنا، أو وإن كان ما قاعدين نقدر نحن نقول الكلام ده، لكن الإنسان ذاته لما نيجي خاشي أي حتة، ودي أنا بثبتها وبأمن عليها، إنه أي حتة نحن نمشي عشان نغني فيها بتلقى تلامذة الإذاعة والناس اللي تخرجوا من الإذاعة هم الذين يدورون هذه المؤسسات. عشان كده هم تخرجوا من الأم. فإذاعة ناس يحبوا كلهم دائما يسموا، يقول لك الإذاعة هي الأم، الإذاعة هي معلمة الأجيال الإذاعة. عشان كده أنا أفتكر أنه يجب أنه في هذا اليوم في يعني نحن نشد على يد القائمين على أمر اليونسكو باهتمامهم بالراديو. حقيقة التكريم حاجة معنوية كبيرة جدا، يعني هي بتثبت للإنسان أنه ما بذلت مجهود وما فعلت أنت وما ربيت به الناس وما عملت وما عملت وما عملت في أذن أو في ناس بيقدروا هذا المجهود اللي أنت بذلته. التكريم هو ما مسألة بتاعت يعني أنت تشيل شهادة، أي التكريم يعني مثلا زي التكريم اللي حصل للأستاذ علي الدين حامد، لدرجة أنه هو رجل يعني ذكر تاريخه وهو كان شاب كان 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 بيعمل كيف في الإذاعة. فأنت لما تيجي تقول له الكلام ده معناه أنت يا أخي ما فعلته، هو يحفظ لك. فهي أصلا أنا بفتكر التكريم هو احترام لما قدمه الشخص. وأنت يا أخي بعد ما أنت نزلت المعاش زي ما هو كان بيقول، الإذاعة كل ما أنت بالذات في علم الفن، يعني في ضروب الفن بالذات تختلف. يعني مثلا لاعب الكرة بينزل لاعب الكرة مثلا من 11 لاعب بيمشي كنبة الاحتياطي لسبب بسيط جدا، لأنها مسألة بتاعت لياقة وقدرة. ما ممكن زول عمره 18 سنة يقوم يجري ورا واحد يعني مثلا، أو يشيل الكرة من زول عمره 36 سنة إذا ضربنا 18 سنة في 2، لكن أنت بتعين له شاب لكن ما قدر. أما أنت إذا كان جبت زول الليلة تخرج من الجامعة الآن، لما تجيب وتخطه جم زول يحتك به بس بينال الخبرة. عشان كده دائما أبدا في كل أنحاء العالم أنت ما بتلقى الإعلامي أو الإذاعي أو التلفزيوني ما بينزل المعاش، حتى الناس بتخطه باعتبار أنه تستفيد من خبرته. لو أنت ساكت، لأنه المسألة دي مسألة بتاعت جامعة بلا حدود. فالجامعة بلا حدود لما أنت تكرم
معناه انت واحد من الناس ان احنا نعترف بهذا الجميل الذي قدمته لهذه الامه.